هديرمي لحم وضراه. ألقوا به في الشارع، وعندما وجدوه رفضوا استلامه. استغاثة رجل وجد طفلا صغيرا هزت مواقع التواصل الاجتماعي، فما القصة؟ قولوا لي انتم الوقت لما ده أهله يبانوا ويقولوا مش عايزينه ومن الكرة المجاورة لينا، تخيلوا انتوا عاد. القصة بدأت بفيديو لرجل في إحدى قرى الصعيد ومعه طفل تائه، بحث في القرى المجاورة حتى وصل إلى أسرته، وكانت المفاجأة، رفضت أسرة الطفل استلامه مبررين أن لديهم العديد من الأطفال ولا يريدونه. تخيلوا دي لما عيل زي ده أهله يقولوا مش عايزينه، ده احنا عندنا عيال كتير، قولوا لي انتوا نعمل ايه؟ وصلت بيكوا المهانة والمذلة كده، وصلت بيكوا الجحد والكره كده، هتدير ملحم وضراه؟ رد عليا انت وقولي تعملوا ايه؟ ثم عرض عليهم الرجل عرضا اخر، ان ياخذوا راتبا شهريا ليقوموا بتربيته، ولكن هذا العرض ايضا قوبل بالرفض، كما رفضوا امضاء تنازلا عن الطفل حتى يستطيع هذا الرجل او غيره التكفل به قانونا، وكان الرد صادما. عايز تربيه تربيه، عايز تسيبه في الشارع سيبه، ولكن مفيش ورق. طيب خدوه وهنعمل له راتب شهري تعيشوا منه. قالوا لا احنا مش عايزينه، ده احنا عندنا عيال كتير، ده احنا مش عندنا عيال كتير، يا توديه مكانه يا اما تربيه واحنا مسامحينك فيه. هذه قصة اثارت موجة من الغضب والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، وابدى الكثير رغبتهم في تبني الطفل. ومن المتوقع في هذه الحالة أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في الإجراءات القانونية لتوفير الرعاية اللازمة لهذا الطفل الصغير. طب الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب اللي كرمتني أنا بيه ده، الحمد لله يا رب، الحمد ليك والفضل ليك يا رب. بس أنا عايزكم تستنوا، كيف حد يرمي ضناه؟ كيف حد يرمي ضناه؟ كيف حد يرمي ضناه ولحمه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.